نشرة الأخبار من قناة بيغ تي في، أهلا بكم إلى أهم العناوين. الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يهدد بالتحول إلى المعارضة إذا لم يتم إشراك الحزب بالأغلبية في حكومة سلال. رمطال عمامرة في مهمة إلى دول الساحل ماي الجاري. الإنباف تصف حصيلة عبد اللطيف بابا أحمد بالسلبية وتطالب الوزيرة الجديدة بتحقيق ما فشل فيه سابقها. وفي فرنسا فرانسوا فيون يقر بفشل هولندا ويصف وعوده بالأكاديمية الصغيرة. وفي النشرة أيضا بورتري عن نادية شرابي وزيرة الثقافة الجديدة، هل تستكمل الأكاديمية ما بدأته النقابية؟ أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في ندوة صحفية عقب لقاء أجراه مع أمناء المحافظات بمقر الحزب أن مطلب الجبهة هو الوصول إلى رئاسة الحكومة بحكم الأغلبية. الحزب الفائز الذي له الأغلبية يجب أن يحكم، أي يسير الحكومة. ما نحن نطمح إليه هو وصول جبهة التحرير الوطني بعد تعديل الدستور، حينما تكون أي أنها حزب الأغلبية، بأن يشكل حكومته. هذا الطلب مطلب ظاهر قلناه علنا وسمعه الجميع. حكومة يعني إن تعد إليكم الأغلبية ماذا ستفعلون؟ سنكون في المعارضة. وش حاب نديروا دولة مختلة؟ لكن أكد لك بلي راح نكون في الحكومة. وبخصوص الحكومة الجديدة أوضح سعداني أنها حكومة إدارية وليست ديمقراطية. تعديل الدستور وتعديل الدستور بالحكومة الحالية لا ينقص ولا يزيد شيء بالنسبة لجبهة التحرير الوطني. هذه الحكومة سميناها حكومة إدارية، مش حتى ديمقراطية. إدارية مكلفة بملفات معينة وهي انتقالية، مهمتها كونها تسهر على عملية تعديل الدستور وتسيير شؤون الأمة لمرحلة معينة. نحن كحزب سنشارك مثلنا مثل الأحزاب الأخرى باقتراحاتنا، مثل ما شاركنا من قبل وقد أجلوا المشاركة. وفي ختام الندوة أكد سعداني أن الحزب سيكون في الحكومة، هذا وكان قد أشار في اللقاء أن جبهة التحرير الوطني لا تبحث عن المناصب إنما عن المقاصد. امتدادا للاجتماع الوزاري المشترك حول الساحل الذي عقد بجزائر شهر أفريل الماضي، سيقوم وزير الخارجية رمطال عمامرة بجولة ببلدان الساحل خلال شهر ماي الجاري، حسب ما صرح به أمس بمقر وزارة الخارجية خلال الندوة التي نشطها رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. مهمة العمامرة عبر دول الساحل ستصادف انعقاد الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في 8 ماي 2014 بباماكو، والاجتماع التشاوري على مستوى وزراء خارجية بلدان الساحل. هذا وأوضح رمطال عمامرة لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاءين المبرمجين بباماكو يندرجان في إطار جهود الجزائر في مواصلة مساعيها الحميدة لتوفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف. قبل شهر من الامتحانات الرسمية يخلف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بنوريا بن غبريت رمعون، الأمر الذي ترك انطباع الترقب من طرف نقابات التربية، منها الإنباف التي وصفت حصيلة بابا أحمد بالسلبية وأنه لم يقم بأي عمل يحسب له، بل شهدت عهدته الكثير من الإضرابات التي كادت أن تشل العام الدراسي. وحسب العمراوي رئيس نقابة الإنباف وفي تصريح له لبيغ تي في، فإن الوزيرة الجديدة لا تعرقل التحضيرات التي تجري على قدم وساق إلى حد الآن لإنجاح العام الدراسي، لكن على الوزيرة الجديدة الالتزام بنقاط أهمها التحاور مع النقابات دون وساطة، اتخاذ قرارات شجاعة في الوقت المناسب، إضافة إلى وجوب أن تحيط نفسها بإطارات كفأة. وينتظر الوزيرة الجديدة ملفات ثقيلة على رأسها إنجاح امتحانات حساسة
كالامتحانات الرسمية التي تعد غير سهلة، سيما شهادة البكالوريا لهذه الدورة، إضافة إلى الالتزام بتطبيق الوعود التي أطلقها باب أحمد والمتعلقة بالعودة إلى نظام الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا بعد 7 سنوات من الإلغاء. وثاني أكبر الملفات الذي ستمتحن فيه الوزيرة الجديدة هو ملف الدخول المدرسي المقبل 2014-2015. استلمت أمس وزيرة الثقافة الجديدة نادية شرابي العبيدي مهامها خلفا لخليدة تومي، حيث التزمت بمواصلة الأعمال التي أنجزتها سابقتها والدفاع بلا هوادة عن القيم الثقافية للجزائر والقيم المتعلقة بتراثها. وخلال حفل تسليم المهام مع السيدة تومي، أكدت السيدة العبيدي على ضرورة العمل في إطار روح جماعية مع الإطارات الموجودة، معربة عن غبطتها للفرصة التي منحت لها لخدمة قطاع الثقافة وإعطاء معنى لكل ما أنجز وما سيتم إنجازه. وبالموازاة تسلمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منية مسلم هي الأخرى مهامها الجديدة خلفا لسعاد بن جاب الله. وأشارت الوزيرة خلال المراسم تسليم وتسلم المهام إلى التحديات الكبيرة لقطاع التضامن الوطني خاصة في هذه المرحلة، متمنية أن تكون في مستوى تطلعات الشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى مساعدة ومرافقة. هذا وأكدت السيدة مسلم أنها ستركز في مهامها على العمل الجماعي بالتنسيق مع مختلف إطارات القطاع من أجل الاستمرار في السياسة المنتهجة في قطاع التضامن الوطني. كشف مدير المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور الهاشمي بوطالب اليوم عن إحداث جهاز كرونوتابيغراف أو جهاز الملقط، والذي يوضع في مركبات المسافرين والبضائع، مؤكدا أن نص المشروع سيرسل قريبا إلى الأمانة العامة للحكومة. كذلك هناك إجراءات أخرى كما ذكرت، وهو تطبيق مادة الخاصة بتجهيز مركبات النقل الجماعي أو نقل الأشخاص ومركبات نقل البضائع بجهاز كرونوتابيغراف. هذا الجهاز الذي سيمكن من فرض احترام قواعد السلامة على السواق، وذلك لأنه يمكن مصالح الأمن من مراقبة السواق، يعرف من خلال هذا الجهاز بفضل هذا الجهاز المسافة التي قطعتها المركبة، السرعة التي سارت بها، كذلك الوقت الذي قطعته أو استغرقته، فترات الراحة هل توقف أو لم يتوقف. هذا سيمكن مصالح الأمن من مراقبة هؤلاء السواق، وبالتالي يفرض عليهم احترام قواعد السلامة. وفي سؤال لقناة بير تيفي حول تأجيل تطبيق رخصة السياقة بالنقاط، أكد بوطال بأن الشروط لم تتوفر لتنفيذ المشروع. فعلا الرخصة بالنقاط هي أداة، تطرق السيد العميد وقال بأنه لن تتوفر لدينا الشروط الضرورية من أجل أن نطبق الرخصة بالنقاط بصيغتها الرادعة. لماذا؟ هناك القانون نص على وجوب إنشاء هيئات مثل بطاقية رخص السياقة وبطاقات الرمادية أو تسجيل السيارات وكذلك المخالفات، هذه ضرورية. كذلك إنشاء هذه، عندما ننشئ هذه الهيئات نستطيع أن نعرف سوابق كل سائق، هذه لم تنشأ لحد الآن، هناك عمل من أجل أن تنشأ. عندما تنشأ هذه الهيئات يمكننا أن ننتقل إلى المرحلة الثانية كما ذكرت، وهي أن نجعل من هذه الرخصة رخصة كأداة من أجل ردع المخالفين. كما قدم بوطالبي على هامش منتدى المجاهد حصيلة حوادث المرور في الثلاثي الأول لسنة 2014 والتي ارتفعت بنسب محسوسة. هذه السنة مع الأسف إذا كان عدد الجرحى وعدد الحوادث بقي مستقرا، فإن عدد القتلى ارتفع بنسبة محسوسة بلغت 16%. هذا ما يدق ناقوس الخطر ويدفعنا إلى أن نكثف من العمل ومن التدابير. وقلت أن هناك جملة من التدابير، وهو تكثيف العمليات التوعوية، تنويعها، استعمال وسائل ودعائم حديثة، ومحاولة أن نصل ونجند كل الأطراف المعنية ونتعاون من أجل أن نبلغ الرسالة التوعوية إلى كل مستعملي الطريق لتهذيب سلوكه. هذا ولم يخفي مدير المركز الوطني تحميل سائقي السيارات مسؤولية حوادث المرور والتي تخلف 4000 ضحية سنوياً.
أكد أمس رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كادري ديزيري ويدراوكو خلال ندوة نشطها بمقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رفقة وفد عن المجموعة أنه جاء إلى الجزائر من أجل طلب دعمها ومساندتها لتجسيد استراتيجية المجموعة. السيد ويدراوكو خلال الندوة أعرب عن شكر المجموعة للجزائر التي دعمت هيئته في مختلف المناسبات من أجل البحث عن حلول على حد قوله. وحول الاستراتيجية التي ترغب مجموعته إشراك الجزائر فيها أوضح أنها تتمحور حول عدة جوانب وتتمثل في السلم والأمن في المنطقة وإنشاء هياكل قاعدية حديثة وتطوير قطاع الفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي والتنمية البشرية، فضلا عن الإصلاحات المؤسساتية على مستوى بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. هذا وأشار ذات المتحدث إلى أهمية المشاورات المنتظمة بين الجزائر والبلدان 15 الأعضاء في مجموعته الاقتصادية، وذلك من أجل التوصل إلى إرساء السلم والأمن وكذلك من أجل تنمية وازدهار المنطقة والقارة. يزور أساتذة جامعيون من المملكة المتحدة الجزائر هذا الأسبوع من أجل تحضير 69 طالباً جزائرياً تحصلوا على منح دكتوراه حكومية في اللغة الإنجليزية حسب ما أكده أمس بيان للمركز الثقافي البريطاني. وحسب البيان فإن الوفد يتكون من 7 أساتذة في اللغة الإنجليزية من جامعات كانتربيري وكينغستون وميدلساكس نورثامبتون وساوثامبتون وسانت ماريز بالمملكة المتحدة. وتندرج هذه الزيارة في إطار الاتفاق رفيع المستوى الذي وقع في شهر جانفي الأخير بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسفارة بريطانيا مع المركز الثقافي البريطاني من أجل تعزيز الإمكانيات في اللغة الإنجليزية على مستوى الجامعات الجزائرية. نادية شرابي العبيدي ابنة العاصمة والتي تعود أصولها إلى مدينة دلس، زوجة الدكتور جمال العبيدي خريجة جامعة الجزائر تخصص علم الاجتماع، واصلت دراساتها العليا في جامعة السربون حيث تحصلت على شهادة دكتوراه دولة في فنون العرض تخصص سينما. اشتغلت في مديرية الإنتاج السينمائي العمومية الكابيك وساعدت في الإخراج وقد ساهمت في إنتاج عائشات لسعيد ولد خليفة وعدد من الأفلام الوثائقية مع مالك العجون على غرار فاطمة العمارية، فاطمة الحواتة وغريب بجاية، إضافة إلى الفيلم الروائي الطويل وراء المرآة الذي لقي صدى واسعا في تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007 لتعرضه لطاب الأمهات العازبات في الجزائر. وسجلت حضورها أيضا في الإنتاج المشترك الجزائري التونسي من خلال فيلم النخيل الجريح إخراج عبد اللطيف بن عمار الذي رشحه النقاد لأبرز الجوائز والمهرجانات السينمائية الدولية. المخرجة والمنتجة نادية شرابي العبيدي هي أيضا أستاذة في معهد علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر لطلبة ما بعد تدرج تخصص سيميولوجيا الصورة وتحليل الأفلام، وهي عضو هام في مجلس المنتجين الأحرار المتوسطيين ببرشلونة، وكانت من المؤسسين لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي. وكانت نادية شرابي عضوا في اللجنة الشعبية لمناصرة فلسطين ودعم المقاومة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2009، والتي كانت ترأسها شرفيا المجاهدة الرمز جميلة بحيرد. هي المرأة الأكاديمية السينمائية إذن التي خلفت المرأة النقابية، حصيلة خليدة التي لا يمكن تقزيمها ولا يمكن بحال من الأحوال أيضا تهويلها. فهل تستطيع نادية شرابي خريجة جامعة السربون من صنع ثقافة رصينة تشجع المبدع ماديا ومعنويا وتعطي الأولوية للممارسة على الشعارات، وهل ستحقق ما فشلت فيه تومي؟ أقر صباح اليوم رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون في تصريح له لقناة بي اف ام وأغمسية الفرنسية بفشل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في محاربة البطالة إذا لم يغير سياسته. وأضاف فيون أن تصريحات هولاند لا تعد كونها أكاذيب أخرى لإسكات الفرنسيين ولإيجاد حل لمعضلة البطالة التي تؤرق الفرنسيين.
طالب فرانسوا فيون بفتح مجال للشركات بمفاوضة أوقات العمل وبإعادة النظر في القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية وفتح المجال للمؤسسات بالتفاوض لتحويل أوقات العمل إلى 39 ساعة. كما أشار فرانسوا فيون إلى أزمة الثقة مع المستثمرين في فرنسا باعتبار الاستثمار في المشروعات الاقتصادية له علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية للمجتمع. من جهة أخرى طالب فيون الرئيس هولاند بتمديد مساعدة الدولة للبلديات بسنة واحدة وبالالتفات إلى القطاع المدرسي موضحا أن هذا الأخير تعمه فوضى عارمة. قدم رؤساء تحرير صحيفة لوموند الفرنسية اليوم استقالة جماعية بعد أشهر من الخلافات مع إدارة الصحيفة بشأن إعادة تنظيم الهيئة التحريرية، حيث كتب 7 من رؤساء التحرير رسالة داخلية موجهة إلى ناتالي نوغايريد مديرة جريدة لوموند، محملين بها برقيات تحذير إثر غياب الثقة وعدم وجود اتصال مع إدارة التحرير. وأكد هؤلاء عن عدم رغبتهم في إضعاف الصحيفة واستعدادهم لتصريف الشؤون الجارية إلى أن يتم تعيين فريق جديد. هذا وقد أشارت ناتالي نوغايريد التي تتولى إدارة لوموند منذ مارس 2013 عن عزمها على توجيه نحو 50 من العاملين في هيئة التحرير إلى أقسام أخرى والجزء الأكبر منهم إلى الجريدة الإلكترونية. ومن هنا أبدت النقابات قلقها من خطة اجتماعية مقنعة للاستغناء عن عدد من العاملين. نبدأ مختصرتنا الدولية من مصر، حيث أشار قائد الجيش المصري السابق والمرشح للرئاسيات عبد الفتاح السيسي إلى أنه لن يستقبل رئيس وزراء إسرائيلي إذا لم تقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين في محادثات السلام، وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أن توافق أولا على إقامة دولة فلسطينية. وصرح السيسي لأحد القنوات المصرية حين واجه سؤالا عن موقفه من معاهدة السلام على احترام كل المعاهدات الدولية بما فيها معاهدة السلام مع إسرائيل. إلى تركيا، حيث أثار ارتكاب عدة جرائم قتل وحشية بحق الأطفال غضب الشعب التركي الذي يدعو لإعادة فرض عقوبة الأعدام ودفع الحكومة إلى تجديد العقوبات بحق قتلة الأطفال. وكانت تركيا قد ألغت عقوبة الإعدام عام 2002 كجزء من إصلاحات تبنتها في إطار مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي. نختم مختصرتنا الدولية من تايلاندا، حيث قضت المحكمة الدستورية رئيسة الوزراء بينغلوك شيناواترا بالتنحي عن منصبها لإدانتها بإساءة استخدام السلطة. وصرحت المحكمة أن شيناواترا تصرفت بطريقة غير قانونية حينما نقلت رئيس الأمن القومي في حكومتها من منصبه. نبدأ أخبارنا الثقافية من وهران، حيث ستحتضن هذه المنطقة الأيام الوطنية الأولى للمونودراما النسوي من 7 إلى 10 من جوان القادم بالمعهد البلدي للموسيقى أحمد وهبي. هذه التظاهرة ستعرف مشاركة ممثلات مختصات في المونودراما من مختلف ولايات الوطن وكذا من تونس والمغرب. وسيقدم في هذا الموعد الثقافي المنظم من قبل الجمعية الثقافية الآمال 10 عروض مسرحية تعالج مواضيع لها صلة بالواقع الاجتماعي للمرأة. وستنظم بالمناسبة ورشة تكوينية لفائدة المشاركات حول تطور المونودراما وتقنياته لإثراء معارفهن وتبادل التجارب حول هذا النوع من الفنون. تتواصل فعاليات الملتقى الوطني الثاني للأدب النسائي الذي انطلقت فعاليته يوم أمس ببرج بوعريريج بمشاركة 52 روائية ومبدعة جزائرية قدمنا من مختلف أنحاء الوطن. وتتناول أشغال هذا اللقاء الذي يحمل شعار الكتابة النسائية قضايا ومضامين موقف الأدب الذي تكتبه المرأة الجزائرية من التحولات الكبرى في المجتمع الجزائري منذ الحركة الإصلاحية إلى سنوات البناء والتشييد وكل ما عايشته من تقلبات وانتصارات. كما يقام على هامش هذه التظاهرة معرض للكتاب وذلك ببهو المركز الثقافي للمنطقة. تنطلق الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للقصة والحكاية بقسنطينة بمشاركة أزيد من 15 حكواتي ابتداء من 12 من الشهر الجاري.
كما ستسجل هذه الطبعة مشاركة حكواتيين من مختلف البلدان على غرار اللبنانية ليلى درويش والمغربية حليمة حمداني. وستحتفظ هذه الطبعة الخامسة من مهرجان القصة والحكاية بعادتها المتمثلة في المحافظة على الفن الشفهي وإعادة إحياء القصص العالمية وإرث عديد الثقافات. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام نشرتنا لنهار اليوم. أطيب الأوقات مع باقي برامج قناتكم بيغ تيفي.